تحية لكم أينما كنتم، أحييكم في مستهل حلقة جديدة من الصحافة. اليوم نستعرض فيها أبرز ما تناولته الصحافة المحلية والعربية والدولية عن الشأن اليمني. أبدأها كالعادة من عناوين الصحافة المحلية وكالة خبر للأنباء والتي عنونت التالي: ميليشيا الحوثي تختطف 15 فتاة وتطلق الرصاص الحي على المتظاهرين بصنعاء. رعب وهلع في صفوف ميليشيا الحوثي وانتشار مكثف لمسلحيها بشوارع العاصمة. التحالف العربي يطالب الأمم المتحدة إدانة جرائم ميليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني. منظم ثورة الجياع: أحرار الشعب اليمني سيخرجون الميدان التحرير للمطالبة بمرتباتهم. رفض شعبي لفرض الحوثيين خطيب جامع بالحديدة. 17 قتيلا وجريحا حوثيا في مواجهات أعقبت محاولة تسلل لهم في قانية بالبيضاء. وكالة الثاني من ديسمبر: إسناد قلق من تعليق اليونيسف للمساعدات الإنسانية لأطفال اليمن. تصريح أممي مشترك حول وضع المدرسين الوخيم في اليمن. استشهاد طفلة برصاص قناص حوثي في ضواحي مدينة تعز. البيضاء مقتل مسلحين حوثيين برصاص مواطن حاول سلبه دراجته النارية. موقع نيوز يمن: رجال الحوثي ونساءه يجوبون شوارع صنعاء ويعتقلون العشرات من النساء والرجال ويوزعون مواد من الدستور يهدد المتظاهر بالإعدام. قوات الجيش الوطني تحرر سلسلة جبال العضيدة في باقم صعدة. نازح الحديدة: صنعاء مدينة لا ترحم. بسبب إهانات وتدخلات حامد، خلافات بين قيادات الميليشيا ووزراء جنوبيين. محمد بن سلمان عن خطابات ترامب: نشتري كل شيء بأموالنا وتحالفنا استراتيجي. صحيفة الأيام: الحزام الأمني بردفان يضبط أموالا مهربة. تواصل الاحتجاجات الشعبية بعدن وردفان وزنجبار وصنعاء على موعد. وساطة للشرعية لإشراك الانتقالي بالحكم. من الصحافة المحلية اخترنا لكم أيضا مقالا حمل أو للكاتب فارس جميل، حمل عنوان جوع الولاية. قال فيه: لم تكتفي جماعة الحوثي بوقف مرتبات الموظفين اليمنيين لأكثر من عامين، فقد أدت تصرفات مشرفيها الذين ينهبون أغلب المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية إلى إعلان منظمة اليونيسف إيقاف صرف معونات الضمان الاجتماعي مؤقتا اعتبارا من 3 أكتوبر الجاري. ويستفيد من هذه المعونات النقدية ملايين اليمنيين، حيث يدفعها البنك الدولي عبر اليونيسف للتخفيف من الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم. في شوارع صنعاء ترفع مئات اللافتات واللوحات المتجددة بين فترة وأخرى بشعارات ومناسبات الجماعة على أعمدة الإضاءة التي فقدت وظيفتها ونسيت أنوارها وتحولت إلى مجرد روافع على اللوحات الحوثي. وفي شوارع صنعاء أيضا وتحت كل لوحة وشعار تتبدد أجساد الجوع وأحلامهم، فآلاف المتسولين والمتشردين يلقون أجسادهم على الأرصفة نتيجة الإنهاك والمعاناة من الجوع والمرض. وفي شوارع صنعاء أيضا تتسابق مئة سيارة الحديثة الممتلئة بالأسلحة والقتلة ومرافقيهم وحراسهم من غضب البطون الخاوية، بينما يتحدث الحوثيون عن حصار اليمن من قبل التحالف وينسون إخبار اليمنيين من أين تدخل هذه السيارة سيارات موديل 2018 ومن أين لهم الأموال لشرائها. في شوارع صنعاء ذاتها تمتد مئة الطوابير اليومية أمام محطات الوقود وسيارات بيع الغاز التي اختفت الأيام الأخيرة بشكل مفاجئ، ووصل سعر اسطوانة الغاز إلى 12000 ريال، وأصبح سعر الدبة البترول رسميا في محطات صنعاء ب 11500 ريال، بينما لا تجد حوثيا واحدا يقف في تلك الطوابير لأن حاجته من الغاز والبترول مؤمنة والمعاناة من نصيب المواطن وحده. في شوارع صنعاء تمر سيارات الحوثي بمكبرات الصوت لرفع شعارات الجماعة وخطابات زعيمها، ولا يسمح ليمني برفع صوته أمام آلة الحرب والدمار الحوثية، فقد تم منع كل الفعاليات المدنية الداعية للسلام ومنع تنفيذ مهرجان الكرامة للأفلام القصيرة بحجة نشر الإعلان عنه مع رجل وزوجته باعتبار ذلك فسادا أخلاقيا، لكن فساد الجماعة لا يمكن أن يرد على لسان قيادتها. في شوارع صنعاء رفع الحوثيون مؤخرا لوحات
صفحات جديدة بشعارات عن ثورة الإمام زيد، كلها تعبر عن الخروج ضد الظلم والجبروت والطغاة. لكن ظلم وجبروت وطغيان الجماعة يتحول في خطابات الجماعة إلى عدل ونصرة للإسلام ومواجهة للطغيان المجهول الذي ينسبونه لأمريكا وإسرائيل لتبرير ممارساتهم الأكثر وقاحة وفسادا في تاريخ العالم. ظهر عبد الملك الحوثي في خطاب جديد قال فيه إنه يخشى على المسجد الأقصى والمسجد النبوي من أمريكا وإسرائيل، وأنه في طريق الأنبياء والعظماء لأنه يواجه طغيانهما، ولم يقل اليمنيين من أين يمكنهم تدبير وجبة أطفالهم القادمة. يحتاج ملايين اليمنيين لرغيف الخبز وحبة الدواء وملابس تقيهم وصغارهم برد الشتاء، فترتفع لوحات العملاقة في الشوارع وتقول لهم إنهم بأشد الحاجة لمبدأ الولاية أكثر من أي وقت مضى. يتحدث اليمنيون عن حق في حكم أنفسهم فيغر شرف الدين الذي يصف نفسه بالمفتي الديار اليمنية بأن انقلاب 21 سبتمبر ثورة أعادت الحق لأهله، وأن ثورة 26 سبتمبر 1962 الخالدة انقلاب صادر حق السلالة في الحكم، وينصح أبناء رداع بتسليم آثار تم العثور عليها لعبد الملك الحوثي لأنه ولي الأمر. يبحث ملايين التلاميذ في مدارسهم عن حصة مدرسية ومعلم يقف أمامهم دون هم وجبات أطفاله، فتفرض عليهم الجماعة رسوما مدرسية شهرية إجبارية لصرفها بدل مواصلات للمعلمين. يبحث التلاميذ أنفسهم عن منهج مدرسي يتعلمون منه، فيتابع الحوثيون عبر مسميات مختلفة كالمركز الإعلامي للجماعة والمجلس الزيدي الإسلامي نشر عشرات الكتب والمنشورات عن الولاية وكربلاء وعاشوراء وتوزيع ملازم حسين الحوثي. سياسة التجويع التي تمارسها الجماعة وتتزامن مع سياسة تكريس مبدأ الولاية وحصر الحكم في عبد الملك الحوثي وسلالة المزعومة لم تمنع هؤلاء من الاقتتال فيما بينهم، حيث قتل بسبب العشرات من المتعصبين لكل من عبد الملك الحوثي من جهة ولعبد العظيم الحوثي من جهة أخرى، رغم أنهما من نفس الأسرة، إلا أن كل منهما يدعي أحقيته بالولاية، واشتبك أتباعهما قبل أيام كاستمرار لصراع رجلين منذ سنوات، ما يذكر اليمنيين بخروج إمام على آخر طوال عهد الآئمة، ويكشف لهم طبيعة مستقبلهم إن استمرت فيه هذه الجماعة تتحكم في حياتهم ومستقبلهم. من الصحافة المحلية انتقل بكم إلى الصحافة العربية والدولية، أبدأها من صحيفة العرب والتي عنوانها التالي: غريفيد يحاول ترميم جسور الثقة لإعادة إطلاق مسار السلام في اليمن، الإعداد لجولة محادثات جديدة في لندن مطلع نوفمبر وضمان مشاركة جميع الأطراف وتحصين المسار بإجراءات اقتصادية وإنسانية. صحيفة البيان الإماراتية: أيادي الخير الإماراتية عطاء بلا حدود، إشادات دولية بالمساعدات الإماراتية لتخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن. التدخل المبكر للمساهمة في القضاء على الأمراض المعدية وتأهيل المستشفيات دور كبير للإمارات في القضاء على مرض الكوليرا. صحيفة القدس العربي: الحوثيون يمنعون يمنيين من الخروج بثورة جياع في صنعاء. صحيفة اليوم السابع المصرية: رئيس اليمن مهنئ السيسي بذكرى 6 أكتوبر، الأمة العربية تفتخر بانتصارات جيش مصر. وكالة العين الأخبارية: التحالف العربي مقتل وإصابة 13 شخصا جراء استهداف الحوثي مخيم لاجئين في الحديدة. صحيفة الحياة اللندنية: جماعة الحوثيين تهدد بقمع أي تحرك شعبي في صنعاء. الموقع الرسمي للأمم المتحدة: تطعيم أكثر من 306 ألف شخص في محافظتي الحديدة وإب. صحيفة المصري اليوم: ميليشيات الحوثي تغلق جامعات صنعاء اليمنية بالدبابات لإرهاب الطلاب. موقع روسيا اليوم الفضائية: الأمم المتحدة في سباق مع الزمن للقضاء على وباء الكوليرا في اليمن. سفير اليمن لدى موسكو لا يستبعد تسليم ميناء الحديدة لرقابة أممية لحل الأزمة. إذن لمناقشة أبرز ما تناولته الصحافة، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي، الضيف الكاتب السياسي محمود الطاهر عبر الأقمار الصناعية، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. وسيكون معي عبر الهاتف الصحفي والإعلامي نبيل الأسيدي، مرحبا بكم. وأبدأ معك أستاذ محمود: غليان شعبي وسط قمع غير مسبوق من ميليشيات عبد بطاطا إن صح التعبير. نعم، هو حقيقة يوم عظيم، 6 أكتوبر، يوم انتصر فيه الجيش العربي على الحركة الصهيونية العالمية، وفيه أيضا في اليمن هناك اليوم أيضا هي بشرة خير، وهو 6 أيضا من أكتوبر، وهي انطلاقة جديدة لكسر حاجز الخوف
وهي ضد الظلم والطغيان، ضد البهتان الحوثي، ضد تقويع اليمنيين، ضد استعبادهم، ضد خطف أطفالهم وجعلهم وقودا للحرب في معارك هم ليس قادرين عليها. حقيقة أن الحوثيين جمعوا كل الزينبيات وكل المشرفين سواء اليمنيين المتحوثين أو من يتبعهم أو هناك أيضا من حزب الله أو إيران، ودفعوهم إلى كل المناطق، كل أزقة العاصمة صنعاء، ولم يشهدوا اليمن مثل هذا القمع الحوثي الذي يدعي بأنه هو من يدعو إلى الجمهورية، وهذا دليل بأن هذا استعباد، هو شبيه مثل داعش عندما كان يختطف الأطفال ويقتحم البيوت، يمنع أحاديث الناس، يريد فقط أن يتحدث بما ينفعه هو فقط، من يريد أن يقول أنا جائعا يكون مصيره القتل. وهذه هي حقيقة ميليشيات الحوثي، على الشعب اليمني أن يدرك حقيقة هذه الميليشيات، وعليه أن يستعد، إن لم تنجح اليوم ستنجح غدا. نعم. وكذلك من جديد لابد من الاستعداد والوصول إلى مبتغى إلى الحرية، كما ينادي فيها الأبطال الآن، كما يدافع الآن الأبطال في الجبهات للقضاء على هذه الميليشيات التي تريد أن تستعبد اليمن، وتريد أيضا أن تجعل اليمن ولاية إيرانية جديدة في الجزيرة العربية. نعم. إن لم ننجح اليوم سننجح غدا. أرجو أن تبقى معي، إذا نذهب إلى ضيفي أيضا عبر الهاتف، الصحفي والإعلامي نبيل العسيلي. مرحبا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بكم، أحييك وأطرح عليك أيضا سؤال آخر يتحدث عن الغليان الشعبي الذي تعيشه عدد من المناطق المحررة بما فيها المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي وسط قمع غير مسبوق لميليشيات الحوثي الإرهابية. طبعا ما فعلته ميليشيات الحوثية اليوم ليس جديدا على الشعب اليمني، وهذا منهج رئيسي لها منذ أن كانت في صعدة، قامت بالتنكيل بكل المعارضين، دمرت البيوت، فجرت المساجد، أخرجت كل من تشك في معارضته لها، بل كل من يصمت أو الذي لم ينساق معهم، حتى صامتين في بيوتهم هاجمتهم في صعدة. الجميع يتذكر أن تلك الفترة التي سيطرت فيها على صعدة كانت فترة قمع رهيبة، ثم تحول الأمر إلى المحافظات التي تسيطر عليها واحدة تلو الأخرى. نعم. لن تأتي بجديد سوى أنها أدخلت المرأة أو ما يسمى بالجينبيات في العمل القمعي الممنهج ضد أي رأي آخر. كان ما تبقى من الصوت هو الصوت النسائي بحكم الأعراف والتقاليد اليمنية، لأن هناك حرمة مصونة للمرأة، وأيضا هناك احترام لبعض التقاليد التي تخص المرأة، وكان متوقع أن يكون الصوت النسائي هو أكثر حضورا، ولأنه لن يتم الاعتراض عليه بحكم أنها امرأة ويجب احترام المرأة كما هو معروف عند اليمنيين. نعم. لكن للأسف الشديد ما تطورت الأمر إلى إرهاب ممنهج ضد كل من يحاول الخروج أو التعبير عن رأيه، خاصة وأن مراحل ومراحل إرهاب الناس كانت صلة منذ اجتياحهم للعاصمة صنعاء ومنذ بقية المدن، كان هناك واضح هذه جناها منحطة أخلاقيا أي قيم أو أخلاق أو أعراف. نعم. قدمت العهود والمواثيق والاتفاقات ثم انقلبت عليها، لا يوجد أي اتفاق قامت به الجماعة الحوثية إلا ونفذ. لأنني أعتقد بشكل واضح أنها لو عقدت اتفاقا مع الله لخانت وانقلبت عليه. نعم. فبالتالي هذه حينما نتحدث عن القيم وعن الأخلاق وعن معاناة الناس، فنحن نتحدث عن جماعة فاشية لا تعرف كل هذه القيم. نعم. إذا أعود إليك أستاذ محمود، برأيك ربما لم تترك هذه الميليشيا الإرهابية المتطرفة أي خطأ إلا وتجاوزتها، آخرها تاجرت بالدين، تاجرت بما يسمى آل البيت، تاجرت بالمذهبية المقيتة،
تاجرت بالأطفال وآخرها المتاجرة بالنساء، واتخاذ هذه المرأة التي كانت معززة مكرمة في عادة تقاليد اليمن اليوم حولتها إلى أشبه بميليشيات مسلحة، يعني لم يسبق لليمنيين أن شهدوا ذلك. نعم، هذا حق، هذا عار بحق القبيلة اليمنية. إن كانت هناك لدى القبيلة قليل من الدمع عليها أن تنتفض ضد هذا العبث الحوثي. سيأتي اليوم إن لم يتحرك القبائل في هذا اليوم ضد هذا العبث ببناتهم وعارهم وشرفهم، سيأتي اليوم الذي يقول بأن المرأة اليمنية المرأة بألف قبيل يمني. ولهذا على القبائل أن تعي ذلك جيدا، لأن هذا سيخلد في التاريخ أن القبائل باعت عرضها وشرفها للحوثيين. نعم. إن لم تنتفض اليوم ضد هذه الميليشيات الإرهابية، الميليشيات التي تريد أن تضع اليمن جزء من إيران، التي تريد أن تجعل أصل العروبة فارسيا، لابد سيدخل اليوم الحوثيين إلى غدا سيدخل الحوثيين إلى كل قبيلة وإلى كل بيت من أجل انتزاع بناتهم وزوجاتهم، من أجل أن يكون خدما لهم في الشارع وفي المستشفى وفي الطرقات، بينما سيكون الرجال هم وقود حرب، والنساء وبنات القبائل سيكون هن بلطجيات الشارع. وعلى القبائل أن تعي ذلك جيدا وتعرف بأن التاريخ لا يرحم. نعم. طيب أستاذ محمود، أين تقف في أي خانة من خانات الجرائم وفقا للقانون الجرائم العالمي؟ يعني ربما آخر هذه الجرائم التي ارتكبتها الميليشيا بحق النازحين، أكثر من 13 شهيد وجريح في الحديدة أو في المناطق المحررة، أين تقف الأمم المتحدة والمنظمة الحقوقية والإنسانية من هذه الجرائم، وهو الموقف العبثي للمبعوث الأممي الجديد؟ نعم، في البداية الحوثيين لا يعترفون بأي قانون دولي ولا بأي منظمات حقوقية، وهذا العجيب والغريب أن الأمم المتحدة دائما في تقاريرها تجنب الحوثيين على وتتهم الحكومة اليمنية، وكذلك تتهم التحالف العربي لما تسميه ارتكاب جرائم، بينما الحقيقة بأن الحوثيين هم من يرتكبون الجرائم. يوم أمس وقبل أمس وأكثر منذ أن بدأ الحوثيين منذ اجتياحهم صنعاء وهم يقتلون الأطفال، يقصفون القرى الآهلة بالسكان، يقتحمون حرمات الناس، يعتقلون من يتحدث ويطالب بمرتباته، من يقول كفى للحرب، وهم الذي يستغله الحوثيين الآن ويتاجرون به، وهم دائما يرتكبون كبيرا موبقات وليس جرائم كحرب فقط. والأمم المتحدة واقف تتفرق وتتهم فقط تتهم الحكومة والتحالف العربي بأنه من يرتكب جرائم الحرب، والحقيقة بأن الحوثيين هم من يرتكبون جرائم الحرب، وهم من يعتدون على اليمنيين، وهم الآن جماعات إرهابية لا تعترف بالقوانين الدولية. وعلى الأمم المتحدة إن لم نتمنى من الحكومة اليمنية ألا تنظر إلى الأمم المتحدة وألا تسمع إلى ضغوطها، لأن الأمم المتحدة أصبحت دورها مشبوه في اليمن وأصبحت تدعم الحوثيين. يعني كنا نتوقع بعد أن رفض الحوثيين الانصياع لأوامر الأمم المتحدة والذهاب في 6 سبتمبر إلى جنيف للتشاور مع الحكومة اليمنية، وكنا نتوقع أنها ستفشل، لكن على الأقل كانت على الأمم المتحدة أن تبدي وجهة نظر آخر، أن تكون لها رأي مغاير لرأيها الآن التي تحاول أن تسعى مجددا لأن تجمع الأطراف إلى طاولة حوار في لندن. هذا أمر غريب وعجيب من الأمم المتحدة. الأمم المتحدة تحاول دائما أن تطيل أمد الحرب في اليمن، والحوار السياسي أو ما تحاول به الآن الأمم المتحدة أو مبعوثها هو إطالة أمد الحرب، هو زيادة معاناة اليمنيين، هو زيادة انهيار العملة الاقتصادية اليمنية. إطالة أمد الحرب هو ينشئ مجاعة كبيرة في اليمن ويفاقم المجاعة الإنسانية والكارثة الإنسانية. والحل الوحيد، دائما ننادي وندعو التحالف بأن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية والكارثة الإنسانية ووقف تدهور العملة هو
تحرير مدينة الحديدة ومن ورائها المحافظات التالية التي تحيط بالعاصمة صنعاء ومن ثم العاصمة اليمنية. نعم سأعود إليك أستاذ محمود، أرجع أعود إليك أستاذ نبيل. ربما آخر الجرائم التي ارتكبتها الميليشيا قد لا تكون هي الأخيرة طبعا، ضمن الجرائم التي ارتكبتها بالأمس أكثر من 13 شهيد وجريح جراء استهداف المواطنين أو النازحين في الحديدة، بتعليقك يعني لم نسمع للأمم المتحدة أي دور حول هذه الجرائم، لم نسمع لأي منظمات حقوقية وإنسانية، هنالك من يتم الفراج عنهم من سجونها ثم تمر ساعات حتى يعني يتوفون، أين إلى متى ستستمر هذه المهزلة وهذا الصمت المخزي للأمم المتحدة؟ الأمم المتحدة ربما تكون كائن هلامي أكثر من كونه كائن فاعل أو منظمة فاعلة على الأرض، لأنها تخضع بشكل أو بآخر لسياسات الدول العظمى ومصالح السياسية والعسكرية والأمنية والمالية في المنطقة. نعم. الجميع يتذكر ما وصف حينها بآلية تفكير الرئيس الأمريكي السابق يعني بارك أوباما بوحية يعني فكرة تقاسم المنطقة لدول النفوذ الإقليمي في المنطقة، يعني لابد أن يكون هناك حصة للدول الإقليمية في الشرق الأوسط في سوريا والعراق ولبنان وأيضا اليمن، بالتالي أن يكون هناك توزيع لمراكز النفوذ وسلطة النفوذ. الجميع يعرف أن الميليشيات الحوثية صحيح أنها ترتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وأيضا تقوم بالكثير من الانتهاكات، وهناك الكثير من الجهات ترصد هذا الأمر، لكن في المقابل هناك سياسة عقيمة إزاء القضية اليمنية برمتها. الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لا يرى في اليمن ما يجعله يتحرك بقوة. لعلنا نتذكر الصومال حينما ظلت أكثر من 20 عاما وهي في قتال داخلي، حتى لأن الأمم الدول العظمى لم تلتفت إلى المعاناة. الآن تحصل مجاعة، وللأسف الشديد هناك أكثر من جهة تشترك في تجويع الشعب اليمني بما فيها التحالف، حينما يعتقد بأن المجاعة سوف تخرج الشعب وسوف تخرج الناس وضد الحوثيين، وهذا الأمر صعب جدا في أمام آلة قمعية رهيبة تقوم بها الحوثيين. الحوثيين أيضا الميليشيات الحوثية هي تستفيد من هذه المجاعة وتريد مواصلة أو الضغط على الجانب الإنساني أمام المجتمع الدولي، وأيضا حينما تنعدم مصادر الدخل عند الناس وحينما يشتد الفقر وحينما تتواصل انقطاع الرواتب، هناك الكثير من سيلتحقون بالجبهات من أجل الحصول على فتات أو الأموال التي يحصل عليها المقاتل لدى الميليشيات. الجميع للأسف الشديد يشارك في تجويع الشعب اليمني دون وعي منه ودون الرجوع. حينما نلتقي المنظمات الدولية تتحدث بشكل واضح، تقول أن القضية الإنسانية ربما هي قضية هامشية لدى المنظمات والمجتمع الدولي بقدر ما هي القضية السياسية لدى الدول الإقليمية والدول العظمى ودول المجتمع الدولي. وبالتالي الملاحظ أن الأمم المتحدة تصم آذانها طويلا حتى يتم تسوية الملعب في الشرق الأوسط للدول الإقليمية والدول العظمى وإيجاد حل شامل بما يتناسب مع أطماع وسلطات كل أطراف في هذه المنطقة. نعم أعود لك يا أستاذ محمود، ألا تعتقد على أن ميليشيا الحوثي الإرهابية أعطيت أكثر من حجمها في الوقت الذي يعني ترتعد فرائسها من مجرد خروج يعني بضع نساء أو بضع شباب أو بضع الأسر التي تطالب بمطالب مشروعة ثم تمنعهم وتقمعهم، واليوم زقت بأكثر من 15 امرأة في سجونها في سجون مجهولة يعني وتمارس أبشع الجرائم بحق من يكتب عليها، ألا تعتقد أنها أعطيت أكبر من حجمها وأنها أوهن بيت العنكبوت؟ نعم، خروجها اليوم خروج بهذا الشكل الكثير من ميليشياتها وزينابيتها إلى الشوارع
يدل على أنها أوهن من العنكبوت، وأن الأمم المتحدة عظمت دور حجم الميليشيات الحوثية وهي أوهن من كما تفضلت من دور العنكبوت، وهي ضعيفة جدا للغاية. لكن دائما وقوف الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية عائقا أمام الجيش، أمام القوات المقاومة الوطنية والتحالف العربي من التقدم نحو من استعادة المناطق اليمنية، هو أعطى للحوثيين حجم أكبر من حجمهم. والآن نحن نتمنى من الشعب اليمني ألا ينظر أو ألا يعول على المنظمات الحقوقية أو على الأمم المتحدة من أنها ستقود اليمن إلى حل سياسي سلمي. بالعكس، الأمور ليس ما زالت طويلة، وعلى اليمنيين أن يعتمد على نفسه ويخرج محاملا السلاح والكفن، لأنه في كلا الحالات ميت. نعم. سواء في حالة استمرار الحوثي فهو ميت، ولذلك لابد أن يدافع عن شرفه ويخرج حاملا معه السلاح والكفن للقضاء على هذه الميليشيات من أجل حقوقه ومن أجل قوته هو وأولاده وأسرته. نعم. ومن أجل أن يعيش حرا كريما. هذه ثورة القياع ستأتي اليوم أو غدا، وهي ليست من أجل حزب أو جماعة، وإنما هي من أجل اليمن، من أجل كرامة اليمنيين، من أجل كل مواطن حر شريف ونزيه. نعم. أعود إليك أستاذ نبيل، رسالة أخيرة في ختام هذه الحلقة توجهها لأبناء الشعب اليمني، خصوصا مع القمع الذي تتعرض له معظم المطالبين بالمطالب المشروعة. بالنسبة رسالة توجه للشعب اليمني، أعتقد أنه حتى الرسائل لم تعد مجدية بأن يعيش حرا كريما صبورا. الرسالة المفترض أن توجه إلى الحكومة الشرعية وإلى التحالف وإلى كل من يقود هذه الحرب في اليمن، عليهم أن يلتفتوا لأبناء الشعب المظلوم، الشعب الذي أمن الكثير من الويلات خلال الفترات الماضية من حرب إلى أخرى، تحمل الآن تعود المجاعة ويعود المرض ويعود الإرهاب. وللأسف الشديد هناك من يمزق الشعب اليمني والجميع يتفرج، كل منهم يتحمل مسؤولية ولو بنسبة مختلفة. صحيح أن هذا الطوفان القذر والسرطان الآثي من الميليشيات بدعوى الولاية، بدعوى السلطة، بدعوى الحكم واستعداد الناس، هو السبب الرئيسي لكل ما يحدث في اليمن أو ما حدث وسيحدث أيضا في اليمن. لكن لابد من مراعاة أبناء الشعب اليمني، الجانب الإنساني، الجانب الإغاثي، أيضا توفير المرتبات على الحكومة الشرعية أن تلتزم أو أن تعيد، يعني هذه مسؤوليتها وواجبها إذا كافة أبناء الشعب اليمني. نعم. بتوفير المرتبات، لأن ذلك أقل ما يمكن توفيره لهذا الشعب الصبور. نعم، أشكرك الصحفي والإعلامي نبيل السيدي، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أعود إليك أستاذ محمود، أنت أيضا رسالة أخيرة توجهها لأبناء الشعب اليمني عموما سواء داخل أو خارج الوطن ومختلف القوى السياسية. الحوثيين هم أشد فتكا من مرض الكوليرا، ولذلك لابد من مقاومته، هذا أولا. وفيما يخص الانهيار العملة الاقتصادية، نحن تحدثنا قبل فترة وأكثر من منبر ومن هنا بأن الحوثيين يسعون لاستنزاف العملة الاقتصادية، العملة الوطنية، وجعل الدولار مقابل الريال اليمني يساوي 1000. ولذلك نحن نتمنى من التحالف العربي، كونه هو من يدير الأمور العسكرية والسياسية في اليمن، نتمنى أن يشكل إدارة لاقتصاد إدارة اقتصاد الحرب في البنك المركزي، وهو من يشرف على البنك المركزي اليمني، لأن البنك المركزي اليمني يتم نهبه من كافة الاتجاهات، وهذه حقيقة لابد أن نعترف بها جميعا. ونتمنى من التحالف العربي أن يدير العملية الاقتصادية في اليمن بشكل جدي ومراقبة بشكل أوسع، حتى لا تنهار العملة اليمنية أكثر من مما هي منهارة الآن.
وشكرا. شكرا جزيلا الكاتب السياسي محمود الطاهر، كنت معي عبر الأقمار الصناعية، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم أينما كنتم داخل وخارج الوطن. إلى اللقاء.